الفنانة المصرية بثينة رشوان. لم تصدق عدد أزواج الفنانة المصرية بثينة رشوان، وهل تعرف والدها الفنان المشهور ولماذا تبرأت من الفنان رشوان توفيق؟ الفنانة المصرية بثينة رشوان هي واحدة من جميلات الدراما التي برزت أعمالها من خلال التسعينيات، وكان أهمها مسلسل هوانم جاردن سيتي. والد الفنانة بثينة رشوان هو الممثل المصري الكبير رشوان مصطفى، الذي شارك في عدد من الأعمال في الخمسينيات، ومنها السفيرة عزيزة، رجل فقد عقله. الفنان رشوان مصطفى رحل في عام 1999، وذلك بعد أن شارك في عدد كبير من أعمال السبعينيات والستينيات. قدمت الفنانة المصرية بثينة رشوان عدد من الأدوار المميزة، وكان لها بداية قوية في الدراما، ولكنها ابتعدت لفترات طويلة عن الفن بسبب أسرتها. بثينة رشوان من مواليد عام 1972، هي ابنة الفنان رشوان مصطفى، وقد انتشرت عدد من الشائعات انها ابنة الفنان رشوان توفيق، ولكنها نفت صلتها به. شجعها والدها على العمل في السينما، وشاركت في سن صغير في فيلم حكمت المحكمة، ثم شاركت عام 1991 في مسلسل النوى، ودرست إدارة أعمال. اهتمام بثينة رشوان الفنية انصب على الشاشة الصغيرة بمشاركتها في العديد من المسلسلات، أبرزها هوانم جاردن سيتي والفهلوي والسيرة الهلالية والعطار والسبع بنات وشرف فتح الباب وغيرهم. كان أشهر أدوارها هو نعمة كاظم في مسلسل هوانم جاردن سيتي، ولفتت الأنظار إليها بجمالها. تم تغريمها من قبل القائمين على مسلسل الظاهر بيبرس بمبلغ 2000 جنيه، وذلك بسبب تأخرها على التصوير. الفنانة بثينة رشوان تزوجت 4 مرات، وانفصلت آخر مرة عام 2009، وذلك ما تم الإعلان عنه، وأنجبت 4 أطفال. ابتعدت عن الوسط الفني منذ عام 2009 حتى عام 2012، وقالت أن الظروف السياسية لم تكن مناسبة للعمل. شاركت الفنان المصري محمد هنيدي في فوازير مسلسليكو. تم تكريم الفنانة المصرية بثينة رشوان على دورها في فيلم ليه يا بنفسج في تسعينيات القرن الماضي، وابتعدت بعدها لفترة عن العمل بسبب إنجابها لابنها الأكبر، حسبما صرحت في برنامج هوليود الشرق. كشفت الفنانة بثينة رشوان للمرة الأولى عن أن لديها 4 أبناء، أكبرهم 22 عاما وأصغرهم 4 سنوات. وقالت في لقائها مع الإعلامي محمد سعد ضمن فقرات برنامجه الشهير هوليود الشرق أن الزواج والإنجاب أخذها من الفن لفترات، لذلك كانت تبتعد عن الأعمال الفنية من حين لآخر لإنشغالها بالحمل والولادة. وأكدت بثينة رشوان إنها محظوظة جدا لأنها شاركت نجوما كبارا في كل أعمالها سواء في السينما أو التلفزيون، واستعادت ذكرياتها مع النجم نور الشريف الذي شاركت بطولة مسلسل عشان ماليش غيرك. استطاعت بأدائها المميز وقدرتها على التلون في أي شخصية أن تحفر أدوارها في ذاكرة الجمهور، فرغم اختفائها عن الساحة الفنية لفترة، فإن الفنانة بثينة رشوان ما زالت مميزة بدور نعمة كاظم الذي أدته في المسلسل الشهير هوانم جاردن سيتي، وكذلك لمعت بدور سرايا في مسلسل العطار والسبع بنات. ولدت الفنانة المصرية بثينة رشوان في 21 ديسمبر عام 1972. تخرجت من معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي، وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، وظهرت وهي طفلة في فيلم حكمت المحكمة عام 1981. يشيح كثيرون خطأ إنها ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، ولكنها نفت ذلك في لقاءات كثيرة، حيث إنها ابنة الفنان الراحل رشوان مصطفى الذي شجعها كثيرا على اقتحام المجال الفني. شاركت بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال الفنية إلى أن اكتشفت
اكتشفها المخرج الراحل رضوان الكاشف، وقدمها بدور سعاد في فيلم ليه يا بنفسج عام 1993. شاركت في عدد من الأعمال المسرحية من بينها بهلول في إسطنبول ويحنى يا هما وجنون البنات وغيرها. تميزت على شاشة التلفزيون من خلال الأعمال الدرامية التي تزيد على 17 مسلسلا، من بينها السيرة الهلالية وحمزة وبنات الخمسة وبعد الطوفان وعيون تايها وحبيب الروح وشرف فتح الباب والإمام الغزالي وآدم وجميلة وولاد السيدة. كانت لها مشاركات محدودة على شاشة السينما، حيث شاركت في عدد قليل من الأفلام، منها عنتر زمانه وبنات في ورطة وحالة اشتباه. في عام 2009 تعرضت للسرقة من قبل خادمتها والتي قامت بسرقة مشغولاتها الذهبية، وذهبت لبيعها لأحد أصحاب محلات الذهب بالجمالية والذي شك بأمرها وأبلغ عنها الشرطة، فألقت القبض عليها واعترفت بالسرقة. أثيرت شائعات حول اعتزالها الفن عقب اختفائها عن الساحة الفنية لعدة سنوات، ولكنها قالت عن ذلك في تصريحات صحفية: اختفيت لفترة طويلة بسبب الأحداث السياسية والأوضاع الحرجة التي مرت بها البلاد في أعقاب أحداث 25 يناير ثم حكم جماعة الإخوان المسلمين ثم ثورة 30 يونيو، وما صاحب هذا التوقيت من مشكلات في الإنتاج بسبب عدم الاستقرار. تزوجت بوسينة رشوان 4 مرات، كان الطلاق الأخير الأسرع في حياتها، حيث لم يستمر زواجها الأخير سوى 4 أشهر فقط. ولديها 4 أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 22 عاما وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات.